بصراحة الشباب الذين اقتحموا قاع العلفي وأحياء قاع العلفي أكثر من 300، هذا الذي تحدثت أنت عنه، أكثر من 300 بحوزتهم زجاجات بترولية المولودوف، لديهم أيضا قنابل، لديهم سوائل كيماوية. بالله عليك أخي محمد، كيف دخلوا إلى الأحياء وهم يقولون أنهم يمرون بمسيرة؟ دخلوا من كل مداخل حي القاع. الشباب اللجان الشعبية تعاملوا معهم بشكل دفاع عن النفس ودفاع عن أحيائهم ومنازلهم. أكثر من 200 حقيقة تم اعتقالهم والآن مسلمون إلى الأجهزة الأمنية. لا بد أن يفرج عن الأخ منصور الكوكبان. على فكرة الإصلاح يضجون بسبب شخص واحد، هذا الشخص يلقب بالقناص الصومالي. ما هذا؟ هذا اسمه أحمد دحابة، أخو فؤاد دحابة، تم اعتقاله وهو يحمل أسلحة ويحمل بحوزته زجاجات بترولية وقذائف وقنابل بحوزته. تم الآن يضجون. متى اعتقل؟ اعتقل من ضمن الشباب الآن في اليوم، يعني موجود من ضمن الشباب الذي تم اعتقاله ومسلم للأجهزة. يا أخي عندما تم اعتقاله قالوا اتقوا الله للشباب، قالوا لا لا تتق الله أنت وأنت تحمل في بحوزتك وفي جيوبك وتدعي السلمية القذائف وتحمل أقصد الملتوف والزجاجات الفارغة، اتق الله أنت أخي محمد. أنا أطلب أخي محمد، أنا أقول هكذا، شبابنا الآن يأسوا، شعروا الآن بحالات يأس